اللي معروف كذلك باختصاص الكرات الثابتة، يجرب حظه هذه المرة، قد تكون مرة على الدفاع الميلاني. جدار دفاعي للميلان بخمسة لاعبين، وديفيد فيا يتقدم فيا. يا سلام، هدف من أغلى زمان. هذه الصورة، هذه الكرة، هذه الصورة، وفي الإعادة إفادة. شوف الكرة في التسعين، وكريستيان أبياتي وين؟ ديفيد فيا الغدار، معروف قلنا مشاهدينا الكرام، صاحب الاختصاص، يضع الكرة في شباك الحارس كريستيان أبياتي. هدفان لهدف للكتالون.